نشرت الجمعية الفلكية البريطانية مؤخرا صورا لكسوف الشمس بالولايات المتحدة، التقطتها الفلكي الكويتي خالد الجمعان، وقد تصدرت إحدى تلك الصور مجلة الجمعية الفلكية البريطانية وموقعها الإلكتروني نظرا لدقتها وتمييزها. الحديث حول التصوير الفلكي، رحب معا بالفلك الكويتي خالد الجمعان. صباحك رب الخير. صباح النور، هلا والله ومبروك. الله يبارك فيك وطول بعمرك. طيب في البداية يعني كونك فلكي لكن عندك اهتمامات أخرى، اللي هي مثلا نقول التصوير، مو أي أحد يتقن التصوير. الجمعية الفلكية البريطانية ما هي مو شيء هين، كونها اختارت واحدة من صورك أنها تكون ضمن مجلتها، يعني هذا الإنجاز كلمنا عنه. في البداية أصبح عليكم وعلى أخوانا المشاهدين. بالنسبة للتصوير الفلكي، يمكن بالفترة الأخيرة ومع تطور التكنولوجيا والكاميرات والأجهزة الفلكية، فالجميع الحين بإمكانه أنه يصور، الكل يقدر يصور، هي مسألة تدريب وفترة وممكن يصور. لكن الفرق بين التصوير الفلكي أو التصوير الفلكي العادي، نقدر نقول اللي هو المعلومة، في بعض الصور تعطيك طابع جمالي، تعطيك صورة جمالية، لكن ما يمكن استخراج منها معلومات علمية، فما يكون لها قيمة علمية. لكن بعض الصور يمكن الاستخراج أو استخراج منها مادة علمية، صور ممكن تنفع أنها تكون في أرشيف حقيقي علمي، وممكن الاستفادة من هذه الصورة كمرجع علمي حقيقي. ففي فرق بين الصورة الجمالية وبين الصورة العلمية. الجمعية الفلكية البريطانية طبعا أحد أعرق الجمعيات الفلكية في أوروبا، تأسست في عام 1890، عندها أكثر من مكتبتهم جدا ضخمة، اللي يحب يزورها موجودة بكدلي. الكويتيين كلهم قاعد يروحون هناك يشوفونها ويزورونها، عندهم أكثر من 10,000 كتاب. يعني أنت الحين صورتك من الصور العلمية صح؟ نعم، صورة علمية ممكن استخراج منها، نقدر نقول محتوى علمي، ممكن يطلعون منها مادة علمية. فالجمعيات البريطانية أو الجمعيات المتخصصة في علم الفلك لا تأخذ باعتبار الصور الجمالية، أو تأخذ الصور اللي تم تعديلها أو اللي تم استخدام مثلا الفوتوشوب فيها أو غير ذلك، تسعى أنها تختار الصور اللي تكون ذات طابع علمي وممكن استخراج منها محتويات علمية. مثل ما قلنا، في صور جمالية وفي صور علمية. طبعا الجمعية الفلكية البريطانية من عام 1890 عندهم أرشيف جدا ضخم، مكتبة فيها فوق 11,000 كتاب إلى 10,000 كتاب، بعضهم كانوا منشورين من 1850، بالإضافة إلى النشرات العلمية والصور اللي يأخذونها والمجلة ينشرون فيها. زين سيد خالد، أنت كنت حاط في بالك أنك تبي تصور صورة كذي، يعني في هذه الدقة، رحت أنت تعنيت حق أمريكا، ما كنت بأمريكا، أنت تعنيت حق أمريكا علشان الكسوف الشمس صح؟ يعني تقريبا حجة وحاجة. إيه، فكنت حاط الشيء هذا في راسك. إيه نعم، إيه نعم، كان التوقيت مناسب. طبعا الظاهرة ندري عنها من زمان، تم الإعلان عنها مسبقا يعني قبلها بسنة وأكثر بعد، يعني مثلا اللي تابع تقويم الدكتور صالح العجيري يلقانا ذاكرها قبلها بسنة. فالكسوف طبعا من الظواهر النادرة والجميلة، خاصة الكسوف الكلي صار له تقريبا حول 100 سنة ما تكرر في أمريكا وقطع الولايات المتحدة من غربها إلى شرقها، فهي ظاهرة مميزة. طبعا ناهيك عن الأمور العلمية اللي تعتبر تطبيقات النظرية النسبية وممكن تأكد فيها نظرية أينشتاين وانحراف الضوء وتأثره بالجاذبية للشمس، لكن الحدث هذا مميز. أنا رحت وسعيت أني أصوره وسعيت أني أوثق هذه الصورة وانتظرت في نشرها، مثل قلت لكم يمكن قبل الهوى، أول ما نشرت كانت على مكتب الدكتور صالح العجيري. بعدها طبعا وعمرك إن شاء الله، بعدها سعيت أني أسعى للجمعية الفلكية البريطانية لتقييمها، هل هذه الصورة جديرة بالنشر؟ هل يمكن استخراج محتوى علمي من هذه الصورة؟ هل ممكن أنها تستخدم في المستقبل كأرشيف علمي ممكن يرجع لها باحث؟ لقيت القبول في هذا الأمر ولقيتهم نشروها. الصورة هذه صورة أخرى، هذه مثل صورة، هذه صورة للقمر، هذه تبين لك الأجهزة والتلسكوبات وصلت لوين. وهذا يمكن أخواننا المشاهدين اللي يحب يشتري أي جهاز وعنده قدرة مع الكاميرات ممكن يوصل لمثل هذه النتيجة. أنا أدعو الشباب للمحاولة. هذه من الصور المميزة، هذه الصورة اللي خذوها. لا هذه شيء ثاني. بعد هذا ما وصلنا ليه، هذا ب 2012 كان كوكب المريخ في أقرب نقطة له من الأرض، النقطة هذه ما راح تتكرر لبعد 40 سنة، وهني يبين ندرة الظواهر الفلكية. بعد هالصورة ما راح أقدر أصور، هذا واحد من الأجهزة اللي استخدمتها، واحد من التلسكوبات، أجهزة جدا ضخمة مو متواجدة بالكويت، لكن ما في شيء صعب نقدر نجيبه نقدر نطلبه. هذه بزيارتي الأخيرة حق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وبالمناسبة عندهم أمور، هذه الصورة اللي تم اختيارها.
ما شاء الله. هذه صورة كسوف الشمس. تلاحظون أنا استخدمت طريقة معينة بالتصوير، أنا أخلي القمر يبين وهو يغطي على الشمس. أي. الشمس بخلف القمر، واللي قاعد تشوفونه الإشعاع اللي وراء اللي هو وهج الشمس من هذه الصورة. طيب في تقنيات معينة تكون أكثر دقة من الأمور العادية، الكاميرات التصوير الاحترافية اللي المتعارف عليها هني، لو تشرح لنا شلون يعني شلون قدرت أن أنت تحط في بالك أن أنت تبي تصور هذه الصورة وقدرت؟ أول شيء لازم تعرف تختار الإكويبمنت، الأجهزة تختارهم بشكل صحيح، الكاميرا، التوقيت، تكون أنت راسم السيناريو للتصوير قبل لا تبدي التصوير، لأن ما راح يسمح لك الأمر هذا. المشهد حدد دقيقتين إلى دقيقة ونص، بعدها راح ينتهي، عاد متى راح يتكرر مرة ثانية؟ فأنت لازم تكون دارس العملية ومار بمجال، ما أقدر أقول لك هي مجال خبرة، الإنسان بحياته كم كسوف يمر عليه. صحيح. صح. فالفكرة أنك لازم تكون متدرب صح. تكون أنت مترصد. طبعاً أنا عارف أني راح أصور وراح أستخدم الجهاز، ما في مجال للخطأ. طيب. يعني هي it's only one shot. يعني هذا الجهاز أنت وديته وياك؟ لا، الأجهزة بعضها استعنت فيها من الخارج، من هناك. هناك جداً جميلة هواية الفلك، وأيضاً المتخصصين يخصصون مساحات موجودة، مساحة عامة كبيرة للجميع يتجمعون، وفي تلسكوبات وفي فلاتر والكاميرات، وبالمناسبة حاطين طاولة اللي ينقصه شيء يأجرونه. تدفع فلوس وتاخذ. ايه طبعاً طبعاً. أنا معك بالضبط. ايه بنص البر حاطين بوث. لا مو بنص البر عاد. عندهم بر مثله. بس الفكرة إنه العدة متوفرة وموجودة، تأجرها مقابل مبلغ. أنا معي عدتي والشيء اللي نقصلي أخذته من هناك. أيه. وصورت. أما بالنسبة للتكنولوجيا والعدة اللي يقدر يوصل نتائج مثل ما تفضلت بسؤالك، تقدر توصل. الكاميرات الحين كل مالها قاعد تتطور، التكنولوجيا كلها قاعد تتطور. شفت صورة القمر هذه حق خسوف القمر الأخير، هذا على فكرة ترى صورناه بالكويت. صدق؟ إيه نعم، بحديقة الشهيد. بالمناسبة ترى حتى سمة الكويت ما تفرق عن أي سمة ثانية، هني تكريم سمو الأمير وأيضا سمو العهد طبعا داعمين لنا، وهذه فرصة للشباب، أي إنجاز راح تلقون اللي يحتضنكم بهالبلد. أكيد أكيد. طيب هل عادة يعني تنطر مثلا في أيام معينة أنت تدري أن مثلا اليوم السماء صافية، فأنت تجهز نفسك أن خلاص يعني مثلا بعد 3-4 ساعات أنت رايح المكان الفلاني تبي تصور الشيء الفلاني؟ أنا تعديت هالمرحلة بشوي. في السابق كنا نصور، وكنت أصور المشهد لأنه جميل لأنه نادر، لكن بعد ذلك توقفت بعد ما شفت النظام أو الطريقة العلمية المتبعة في الخارج، أنه يسعون إلى الوصول إلى بحوث، إلى أوراق علمية معتمدة، طريقة الورقة العلمية شلون نسعى لها، في أشخاص يكون بحث مجموعة مشتركة من العلماء من الدكاترة، يكون في شخص مشرف على هذا البحث، تشارك أنت في قدر معين في جزئية معينة وفق اختصاصك. يعني أنا داخل مع مجموعة، المجموعة هذه مسؤول عنها دكتور متخصص في هذا المجال، يطلب ويعرف الأعضاء اللي بينضمون معها في هذا البحث، ويعرف قدراتهم ويعرف السيرة الذاتية لكل شخص، ويعرف حتى أجهزته، فيطلب منه يقول إحنا عندنا البحث كذا كذا، الجانب اللي راح تفيدنا فيه اللي هو الجانب الفلاني. يدري إن أنت زين في هذا، فأنت تقدم له الإضافة. هذا على فكرة مو أول مرة، يعني أول ورقة علمية أو مجلة تنشر لي مقال، هذا ثاني أمر ما شاء الله، أو ثالث عفوا. الأول كان في 2012 اللي هو عبور كوكب الزهرة على قرص الشمس، وهذا أمر كان نادر ما يتكرر لك 111 سنة. صدفة أن يا طويل العمر هذه هي نفسها؟ لا، هذا نجم ثاني. هذا نجم؟ راح تشوفون صور فلكية وايد. أن الحدث هذا ما يتكرر إلا كل 111 سنة. الشيء الجميل أنه كان في أوروبا غيم، أذاهم الغيم. أي. نحسن حظ أن السماء صافية، وكان شهر 6 طبعا ماكو ولا غيمه، يعني اكيد اكيد السماء صافيه. سوء الحظ كان ان احترقت الكاميرا يعني بشهر 6 وحاط التلسكوب، احنا احترقنا بعد وياه. طبعا بشهر 6 قاعدين ونصور الحدث، لكن انشروه، ميزوا الصوره هذه، قالوا ان عندنا قرص الشمس كامل ما في ولا سحابه ولا غيم وكذا كذا، راح ناخذ صورتك وراح ننشرها. تقريبا 6 صور موجوده في الالبوم هذا. أفضل صورة صافية كانت الصورة اللي تم التقاطها من الكويت. بالمناسبة ترى حتى في الخارج يذكرون اسمك ويذكرون البلد، فلان من الكويت، فلان من كذا، عضونا يفتخرون بعضهم اللي من الخارج، لأنه يبين أهمية الجمعية أن في ناس قاعد تنتسب لها. أنت 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 هواية هذه ولا دراسة الحين ولا؟ دا بدت وياي يا طويل العمر هواية، الاحتراف لاختصاص. فأنا ما زلت يعني، وأحيانا أقول لك الهواية تخليك تبدع صح أكثر من لما تكون مختص، لذلك اللي يحب شيء يدرسه يبدع فيه ويدرسه راح يبدع فيه أكثر. ف
فبدت وياي انا بمراحل قديمه يعني ومتقدمه من السن، من عمري كان 9 سنوات. انت اكثر من اثبت تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. والله ما سمعتها كاملة بس كلامك. أكثر من ما تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. بالضبط. يعني طيب كونك فلكي في بعض الظواهر على قولتك تكون نادرة وما تتكرر وايد. نعم. فمتابعتك دراساتك شلون شلون شايف أنت مثلا يعني هل تحب أن تنوه تقول حق الناس أن ترى ديروا بالكم حق الناس اللي عندهم مثلا كاميرات يحبون التصوير؟ ترى بعد 4-5 أيام في الظاهرة الفلانية، شنو الظواهر اللي ممكن تمر على الكويت؟ حلو، ظواهر كثيرة، في كسوف، في خسوف، في ظواهر كثيرة، بالإضافة إلى الأجرام السماوية العميقة اللي موجودة تقدر تروح تصورها. ترى سما الكويت جميلة، جاينا لشتة، الأجواء جدا جميلة، الباردة، اللي يروح البر يروح يصور، ترى بعدة بسيطة ممكن يطلبها من الإنترنت، ممكن يوصل لصور جمالية. ممكن من التليفون يصورون شيء؟ لا، صعبة جدا. صعبة. صعبة جدا. صعبة جدا، لكن الصور اللي تحتاج دقة علمية وتكون مرجع علمي، لا هذه شوي راح تكون مكلفة. شنو المينيموم حق البيكسلز مثلا او نوع الكاميرا؟ كل الكاميرات ممكن تستخدمها لان على حسب الجرم السماوي اللي انت راح تصوره. يعني على سبيل المثال تحب تصور الكواكب، انت محتاج كاميرا يعني بذاك القوة، ويب كام جيد ممكن يعطيك صورة جميلة. اي نعم. اي نعم. القمر مو محتاج إلى شيء، يعني هذه صورة أخذت فيها مدة تقريبا. هذه أي كاميرا؟ هذه كانت كاميرا كانون. كانون عادية. إيه كانون عادية جدا، كانت 600D، يمكن كل المصورين يعرفونها. هي تصير العدسات هي اللي قاعد بالتلسكوب. هي الفكرة بالتلسكوب، أنا ما أستخدم العدسات أو عدسات التصوير. أستخدم اللي هما التلسكوبات الخاصة الفلكية. وهذه أيضا متاحة تقدر تطلبها، ما في شيء صعب يعني. مثل زين، خلينا نتكلم آخر تطورات اللي قاعد نشوفها الحين في الرصد الفلكي بالكويت. أمور كثيرة بالكويت، بالعكس قاعد نوصل إلى مستوى جيد. ما أبي أقول جيد، فوق الجيد، لكن أطمح إلى أن نوصل أكثر. اللي صار بالفترة الأخيرة أن وجود الصورة هذه في مجلة بدايتها في عام 1890 مكتوب اسم الكويت، يبين مو بس للأجانب أو للجمعية الفلكية حجم أن الكويتيين عندهم ثقافة علمية، الثقافة العلمية الفلكية موجودة في الكويت. لا، أنها أيضا إحنا قادرين على المنافسة. أنت قاعد تتكلم عن 350 عضو اطلعوا من الجمعية هذه رايحين أمريكا يصورون. فلما تخيل يأخذون من 4 صور تكون الصورة الأولى فيهم الكويتي، فإحنا نقدر نقول الكويتي اللي كان رايح سياحة ومرة واحدة أصور. هي كانت حجة وحاجة بيني وبينك يعني. أنا لعبتها صوبين، بس الفكرة أنه أخذناها بالمنافسة، من باب المنافسة، عندنا قدرة على المنافسة، وهذا شيء جيد. وإن شاء الله يعني أنا أسعى لمنافسة أكبر في المستقبل. إنزين، مدام إنك قاعد تصور وهذا، قلنا حالة الطقس شلون راح يكون هالسنة؟ بارد ولا؟ ترى طماع. هالسنة طويلة كبيرة وايدة. من تبي البرد؟ إنزين، هي بالمناسبة الكلام اللي قلته جدا مهم بالنسبة للفلك أو للطقس. نتمنى من إخواننا اللي يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي ما يأخذون أي رسالة مجهولة المصدر أو من شخص غير متخصص. يعني يمكن حتى بالطقس الناس كلها قاعدة متى بيبدي البرد، بدأ في واحد قال الأسبوع اللي طاف، واحد قال الأسبوع اللي لا تقول الناس مطر بي بعدها. قال أنا ما سمعتها. بس الفكرة أن في ناس قاعدة تتكلم، لكنك لما تأخذ المعلومة من مصدرها الأساسي أو من شخص ثقة معروف. حتى بالنسبة للفلك قاعد تشوفون في ناس قاعدة ترسل رسائل في زلازل، أشعة ما أدري من وين راح تطلع وراح تأثر، هذه الرسائل كلها مو صحيحة. فلذلك رسالة موثوقة المصدر. أما على جوابك لا تو الناس بعد درجة الحرارة الحين بال40 ليه الحين؟ إيه مطولة السالفة شوي. مطولة السالفة. طيب إيش كثر ممكن نكون إحنا يعني بما أن إحنا الحين مستوانا على قولتك جيد أو أكثر من الجيد، شلون نصير في مستوى الممتاز؟ هذا أول شيء. وشيء ثاني، هل ممكن إحنا نكون عندنا أجهزة رصد وعارفين الظواهر متى بتصير حالنا حال أوروبا وأمريكا؟ إيه ممكن، إحنا قاعد نعرف. لا، احنا عندنا القدرة اول باول. اول باول انت عندك بالكويت احد اقدم واعرق التقاويم في المنطقة، اللي هو تقويم الدكتور صالح العجيري. اذا تصفحت تقويم الدكتور صالح هذا يعتبر مرجع اصلا للظواهر العلمية، قاعد يعطيك الظواهر قبلها بسنة. يعني نزلها لك شهر 10. يعني الحين الاجندة موجودة، تقدر تاخذها تعرف من الحين من اليوم تعرف جميع الظواهر الفلكية اللي موجودة لي طبعا نهاية السنة. واذا حبيت لي 50 سنة
قادمة، فموجود هذا الأمر. لا عفوا أستاذ خالد، إحنا القصد إنه مثلا يعني في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يدرون إن من قبل سنين عن مجموعة من الأعاصير مثلا. لا هني أنت قاعد تتكلم عن التنبؤ والطقس، أنا قاعد أتكلم عن الفلك، وهي جزئية لازم نشير لها، إنه في الفلك كتخصص معترف وقائم في يعني بحد ذاته، وأيضا في تخصص المترولوجي اللي هم الأرصاد الجوية. يعني أنا واحد من الناس اللي صعب علي إني أفرق، فإذا ممكن تجيب إحنا نتشارك في نقاط معينة، لأن مادتنا الأساسية اللي هي الشمس وتأثيرها ودرجات الحرارة وتغير زوايا ارتفاعها هي اللي تأثر علينا بالفصول. نعم مرتبطة، لكن في بعض الديتيلز اللي قاعد تتكلم عنها اللي تتعلق في التنبؤ فتذهب لجزئية الأرصاد الجوية، لكن إحنا نقدر نعطيك المناخ بشكل عام والتغير المناخي ودرجات الحرارة طبعا على السنوات الطويلة بشكل كبير. يعني سيد خالد خلينا نتكلم، إذا في دورة أو مثلا ودي أتعلم عن عالم الفلك أقدر ولا لا؟ حاليا ما في شيء منظم لهذا الأمر، لكن ممكن إحنا نساعدك كشباب، لكن إن شاء الله في المستقبل القريب والقريب جدا راح يكون في شيء منظم وشيء جميل. ماذا عن التصوير الفلكي، يعني حق الناس اللي مثلا مهتمين بالتصوير ولكن وده أنه هو يصور أجرام وده يصور كواكب، هل في مثلا مكان يعلمه؟ حاليا ممكن في بعض الشباب ممكن يستفيدون في دورات تصوير في بعض المصورين المحترفين، ممكن يعلمونهم التصوير الضوئي، لكن التصوير الجمالي مو التصوير العلمي. أي تصوير العلمي لا ضوابط ثانية مختلفة جدا، يعني الصورة تشوفها حلوة لكن لما ياخذها شخص متخصص يقولك أنا ما أقدر أستفيد منها. ما أقدر أنشئ علشان يستفيدون من الصورة. طبعا أنت تبيها شيء جمال ولا تبيها مرجع علمي، فهني البوينت في هذه الجزئية اللي الجمالية عارفين تقدر تروح للمصورين المحترفين كذا كذا، لكن تصوير الفلكي لا نادر شوي وشحيح جدا لأن قلة. ليش؟ ما في احد، الامكانيات شوي متواضعه، لكن انا اقول لك اياها بالمستقبل ان شاء الله في امور كثيره. لا انا اللي اقصده يعني شنو ممكن تستفيد هذه المجله او العلماء من هذه الصوره، شنو ممكن يشوفون في هذه الصوره؟ طبعا هم كثر ما يقدرون يجمعون اي معلومه قيمه عن حدث ما يتكرر لك 100 سنه، هذا ارشيف نادر. ممكن يراجعون الصور، ممكن يدرسون كل صورة، ممكن يعرفون الانفجارات، يعرفون أي زاوية. أنت لما تفكر أن هذول الأشخاص قاعد يجمعون المعلومات ويأخذون الوقت هذا بين هذا بدقيقة فيجمعون أرشيف للظاهرة والحدث هذا بالثواني، يسعون للدقة. في جامعات متخصصة تدرس مثل هذه الأبواب كمواد ويستخدمونها بالبحث العلمي بالمستقبل، فهذه الأمور لا موجودة عندهم وتفيدهم. بالكويت نسعى إن شاء الله أن يكون عندنا هذا الأمر وكمرجع، وإن شاء الله أنا أشوف أن الإمكانيات موجودة وأنا متفائل. إن شاء الله الإمكانيات فعلا موجودة، وأكبر دليل على هذا وجود اسمك الحين في المجلة البريطانية. ألف مبروك يا سيد خالد، رفعت راسنا فعلا، رفعت راس كل كويتي. شكرا لك، يعطيك العافية. بس لو تجيب لنا نسخة، بس ها نطالبك بنسخة تامر نعلقها. شكرا إن شاء الله، يعطيك العافية.